بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشركا واكي تضبات يكمدا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. وحين كسو جري فضلي وكجرا قاتشادا ينولش أدق الله صبره. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم، أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري، مقعز زيد بن سهل بالليل هذا كن يضاسي أن أنا يستاسفون عن كي هي أبو طلحة وحكي لي لأم سليم. أم سليم وحكي لي رملا الليل هذا يما مقعيك هلبوا على الشغف ربضا لكأنه مشهورة بكنيتها. وحكي لي قد سمعت وحان مقلي صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روقي عدك النبي محمد بن مقلي ضعيفا أسوه تقدرا وتورير. قد سمعت صوت رسول الله ضعيفا أسوه آذو تبردر عدكي سي ودي روح مركي باهدو كبضاتو وتيرا لغايا عدكي سي أود دي سوردن بإسبدال إيسا تبرتا يرانيس عدكنا أود بكسو بحيا نرجي بكسو بحيا أعرف عن قرنا فيه في رسول الله أم عدك سو عن كدريم يا والجوع باهي بدن بان كدريم. فهل عندك من شيء وحون ما هيسا من تعديل وكرديو مبتداها لقليو من لها نوكله في سياق الاستفهام حيف إليسا العموم والتنصيص على التعميم بالإرادة. وحما هيسامها مع انه هذا فهل عندك شيء وحما هيساوي، لكن مركب من لو قدر وحون ما هيساوي شيء لو شيء ما هيساوي قال دوي من تا معنا فائده الزياده ده. فهل عندك شيء وحما هيساوي وحون ما هيسا وكل دويه يحاحل دير وحون ما هيسا تاسا حيل دير معناها سوجد صحابي ومركب. سمعت صوت رسول الله دوقي عدك نبي محمد بن مقلي حال كوني ضعيفين حالتها يبقى صوابا وقدنا وحلين سمع أي حالة دنسية معنا فعل آخر فعد إلى مفعولين لما مفعول بلوت بي وضعيفة مفعولك لبعض بين غنكرتا وذا دا أورانية محيلة السمع وحيوجبتها المفعول وكلية سيدة متفقة. اللهم إن فعلك لما عنه إلا دنسية لو كدمنا فعل كاس عملك قبان شريء أي قبطول لما مفعول الله طلابيه. أعرف أن دريمي فيه في رسول الله أو في صوتي وحنك دريمي الجوع بايدرا. فهل عندك من شيء وحون أقتال مي هاي ابن آدم وحموده. فقال أم سليم وحيثي النعم وحبان هيا فأخرجت وحيصوب بحيثي أقراسا جمع قرص عن شيروي أقراسا كبس عن شيرد أم الروتيقة أتلادان أما صوايدا وحن برأوي وحيامان لدبي أما مفضى وتقانان إذنكو أما أتجبات التراهدان أما كبس التراهدان وحاوي ومن شعير هيد لقسمي هيد قرب لقسمي جمع قرص. ثم أخذت وحيقة دي أم سليم خمارا قربصار بيسوقة دي خمار كوا مرضى يري قار كورا قبلها يكو أسطرتان مدح إلى وجهها إلى القنطة إلى قربها مرضى ير قربصارت اللي يجاد هذا أنا قدمر بحجاب كوي أنت سحرنا كهر أي قاركور قطبتان تاسوي. ثم أخذت وحيقات خمار كي جنبضها مصر كأمه سوالي خمار الدين بقنا مصر كمضح لوح دين موديان خماركو كاسمي وامد كان برضه يري قاركور أي دمركو كأسطرتان. ثم أخذ وحيقات دي أم سليم خمارا قربصار بيقات دي والله أيضا إلهيت فلفت الخبز كبست بيكدو الضوبتي ببعض الخمار قرب صارت قيب كمدة كبست بيكو أسطرتو يكدو الضوبتي سيسان أسي إن جينا وقلينا أما أيسان وقبابنا طيبة كلين. ثم دسته وحي جليسي كبستي هي وحي كدو مرة كدو منيد تحت ثوبي مرة بيهوز جليسي الكاكل كشا أما قولن كي أجلس دركو قوي أما قيسي أما قميص كي يهوز كمرس وردتني ببعضه بركينا كركا يقول دوبتي بور أنا يقول يقدكتي حلقو دوامه قربصارتي كيستي قيب كميد يكون دوبتي انت صهر المرادي قربصارتي هايد كركي يقول دوبتي قرب مدح يقول دوبتي ويكون أسطوريسا روحوا النمرك اسكوا تقوير اما قربصاري اسكوا تنبا لو اركايا كيستي لما اركايو لانه المرادي قيب كميد مدح انا سوق دوبنتها يلقنت انت كلنا ايش يقول ترتا marka waa siyaasadda muslimiin haweenay xakiimay ahaydo xigma badan aqli badan falafat way duubtay al khubza kibista waxay ku duubtay bi ba'dahi ba'd al khimari garbasarti qayb kamid ay ku duubtay thumma dassatu waxay galis dassuga asalkiisu aan sheega meel ciliya lagu riixo meel ciliya in lagu riixo awood lagu galiyo ayaa dassiga la yiraahdaa asalkiisu thumma dassatu waxay galisay ku riixday tahta thawbi aniga maradayda hoosteeda bay gelisay waradatni way igu go'ayso way igu go'ayso way igu madaxa igu duubtay bi ba'dii ba'd al-khimar garbasaartii yarayd qaybna kibistii bay ku duubtay oo halka feerahay igu gelisay qaybtu soo hadhayna madaxa igu duubto goob ay iga dhigtay warku inta inaad fahanteen bay la tahay thumma arsalatni ila rasuulka ilaahi ayay ii dirtay fadahabtu bihi waan la tagay kibistii baan la tagay kibistii aan sii qaaday فوجدت رسول الله رسولك إلهي بن هلي جالسا أصغر فرديا في المسجد كالفرح فرديا جماعة من أصحابه وأصحاب الصفنا إلا فرديان ولبس سورة النساء وبرها يبقى أنا سي الرواية كلي سورة النساء أيو برا يكد الآخرين هينا وكسحها أيوه بدون وتدبع تمية سيدي تمية ومعه الناس نبي قام سيدك دح فردي ومدنا وهلا شوكتي ولبس برها أيوه أصحاب الصفة وبطنايين فقمت عليهم وادل استاغي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو حيولي ارسلك ابو طلحه ما ابو طلحه كسود دري مركو هوري يهودي لا سو دردارنتي ابو طلحه با waxay ku yiraahdeen nabiga عليه الصلاه والسلام utag soo kaliya hadad hesho waxan yarkeed wado nabiga ku wareeji gurigiisa la aado marka ha dheefsado hadiisa la badan yahay oo dad la joogan sug bay yiraahdeen intuu nabigu ka kacahayo markuu nabigu istaagay gurigiisa waada la kala dareeray kaliya uu noqdo ka daba tago hoos uga dhib alaabta wixii waa wax yar nabiga iyo ruux kale bay deeqdaa marka waxay damceen nabigu maadaama baahitii ummadda ka daran ay hayso nabigu aad u rafaadsan yahay iskana qarsanaya wixiisa inay u qariyaan bay damceen dardaarankaasi soo siiyeen Anas la soo siiyay markuu nabiga ku soo baxay baa nabiga su'aal weydiiyay markii waxa lagu yiri Anas waxa lagu yiri saabid iyo ardaysi baa weydiimay dardaaranka aabaha Abu Talha adeerkii ah hooyadii qaba iyo hooyada ku soo siiyeen maxaad u halaysay wuxuu waxaan nacay inaan nabiga been u sheego waxaan nacay oo dhibsaday inaan nabiga been u sheego ما أبو طلحة ما النبي الله وأذان كربية بل إسكا هوشة إسكا وضوء بل أقول ليه لما كان أروح أنتاي أديك لما يوديه لا يتبع وحندي دي هنا النبي قال ده والله صدر أبو طلحة صدر وهي دي بصدرت لكن قرشية سياسات قال الله صدر يا قاسم سيدنا طعمة بل الله صدر النبي يقول سؤال ويدي وحنكو قسمه أنا سحب أقول شباب النبي قال أرسلك أبو طلحة ما أبو طلحة صدري فقلت نعم ها أبو طلحة يصدر فقال وحول صوبنه على طعام مرهشين بقول صدر سوريا النووية ليس صوما أو شو هو أزبدش أتكاتي إذا وكو قصبين هذا يرون شيئا رشين بقول صدر هبا يرادي كيف يربو ولا صوما فقلت نعم ها ما يربو رشين بقول لا صدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا نبي وحولي أنت فريدة صوكعة أنا كينا أو وح علي طمرتين جابر وح يكون عوك علي بابا طلحي ويلكيزي إيو ومسلم بهايستا فانطلقوا نبي محمد يا صحابتي بصور دقاقي وانطلقت بين أيدي أنا ونهرب بحاجة كهرة قرشي وايس بدلي وحيرك النبي وقري والوقوقا نبي حولي كان أبو طلحة الراشين وسمي صور دقاق معو سمي ضوب كيسي كيس يسيبك الكيش انتوكا شطي يهربوا النبي يا صحابتي يهربوا يقولي وصعر فانطلقوا وصور دقاقين صوبانه يا صحابتي وانطلقت بين ايديهم انا هرتودي بان كل دقاقهم بودي حتى جئت أبا طلحة فأخبرته إلى أن أبو طلحة أؤمد وقريب تشوغن أورمي حتى جئت أبا طلحة فأخبرته أبا طلحة أؤمد مركاسا أورمي بقول أبو طلحة مالين كاس أدبو عروضي رواية حديثك إليها هي فقال أبو طلحة فضحتنا فجعل يرميني بالحجارة بقول أنس باقي شيء وأنا عيبيسي وأنا فضيحيسي لقحبوها هابطي ولقحت ورينتان عرري وضيع ديرك يا ولد وانا ابو ودي درادي ويدي نينكي قبي وي نادو قيم بدن خير بدن بوها marka Abu Talha wuxuu arkay in Anas uu agaasinki iyo wixii la diro dhan buu kharibay Anasna nin dadku aqli badan buu ahaa laakiin waxa ma kharibine Nabi Maxamed ba qorshii bedelay yaqiin oo iyo isku halayn rabbigu uu ku qabo alayhi salatu wassalaam wayna noqon doontaa hadii مركب أبو طلحة وأم سليم يا أنس قرشك على وسع النبي وقرشك الوطا عليه الصلاة والسلام وقرتين أبو طلحة صدري راشين أوضه أنا كان بقول وهربد أنس قولي مركب اللي سوي من أبو طلحة يا مركب ويل كيسي بس كل فضحتنا فجعل يرميني بالحجارة أنا عبسي والمركز ونجحت ورن عرري أصدق أنس وحوله يدب وحيقول لي لا تفضحني يا ابني هاي عيبين هوشان ترتيبه وأجاسن نبي وحن كوريتشي ومضن هاي قصوك عيني هرام بلا صدر دارنت أنا قيبت المكشك وحول مركان هرب ولا هي ينهر أرضي وأنا حزين لكثرة من جاء معه أنا آدي أول بهرسن والله يا ابن النبي قدرت الله سعود سديت نروح والله سعود تورقه باهن أنا أول بهرسن بنهر أرضي فدخلت على أم سليم وأنا مندهش hooyadu baan u galay baan anoo wareersano waxaan kala garan bajirin ba qorsho iga halaabay tilabada iga halawday Abu Talha dhagax iyo halgaad bas ka soo gooyay hawsho dhan waa kulatay qisadaas uu ka sheekanay saxaabigu faqala Abu Talha wuxuu yiri ya ummu sulaym qad jaa rasuulullaahi bin naas nabi muhammad madiino dhan buu soo fujiyay waak nabi muhammad ummadii waa kara qad jaa rasuulullaahi rasuulullaahi baa yimid bin naas dadkii buu la yimid وليس عندنا ما نطعمهم وحان نسينا وما هينا ومضا ونبي صوى هذا محن وسمينا وفرزق بالنماذج يا عقل يا فقه الدين ام سليم وذاك يدي ويعاوس فقال الله ورسوله اعلم حيث لو كاد علي رسول بو قال بدن ده انس النبي هو ايمان جري وانا اديغهاي مالين كودن ولا جوغهاي كمان مقناي markuu sida uu soo istaagay ba wuxuu subanuhu u yiri ma Abu Talha ku soo diray waa fariin hadana ma dhamaydii nabiga sallallahu alayhi wasallam ma dhihin ma anu ii baahan yahay misaan yar yu rabaay wuxuu yiri ina keenay kulligii intaas ka faanto muslim hawshu inay meel kale wax ka socdaan oo halgaad iyo dhagax tuur uusan u baahnayn ee Anas in la dilo la dhibaatay فقال الله ورسوله أعلم الله رسولك سوء قال بدن مصلحة سيدي تاي إن كليجي وحا يركا ونبيكو عالفانا يا إني مضلوة ذاكي هاوشا نبيكا وقال بدن فرحك قد بيت فانطلق أبو طلحة مركي أسيب مسلمس وريستين نبيكي بكورتي يا صحابي سعود فانطلق أبو طلحة دقاقي حتى لقي رسول الله إلى رسولك لا يقول لك الميبو السعودي فأقبل رسول الله معه رسول كبار صور رعايه أبو طلحة لسور نقضي حتى دخلا إلى قري صوغل أبو طلحة الرسول قري صوغل رواية حديثك أولى هاي أبو طلحة وحو النبي وقهر تبي لما قضب هاي إنه النبي صلى عليه الصلاة والسلام رقم كان هذا ويل هايين صحابته مد لبادنا إنه حكته الشيخ وحمي شكتشره والنبي الله ودكت النبي أفكو صار هاي النبي الله أنا صندوق حنوصل دري لما حبوك يسن أسود ديبني وليبا كبيس خير بدن أهين وتيق لبسنايد باهيد بدنايد إن درينا إن بارم برينا دون بيها كعبته وحنا متكو صره يورح الرجل لوصه كحيو من دم ماشي مية لأنه ده ربع ونبي حوس حقته وشوا يدون لمقلين صار كشكي فقلت يا رسول الله ما عندنا إلا قرص عملته لك أم سليم نبي الله كبيس ير شبعا شراء أم سليم كوها جاجسي كليو بانو هينا إنما صنعت لك شيئا والتنوين هنا أو التنكير هنا ومحلي للتقليل وحير أون قيمة لهاي المسلم كقول تلقى شيء بأن نبي الله هينابور لو حيلي أنت أمركو أبو لكن أفكو أسرة وأن كسر يسيبه يا نبي حيلي أنت سميها خير وهي ادخل سوق الجور ورك توشي فإن الله سيبارك فيه وفي رواية ادخل فإن الله يجعل فيه البركة كيبستا يرتد كلكش سوق لسان عليه وطاقشين الله بركينه على عالك اسكدا اي دكتا حمحمته توشي نقلي جوري أوضح جوري قلب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورك وحصوب حي أم سليم آية الله ورسوله أعلم فقال رسول الله رسولك لا يوحي لي هلمي ما عندك يا أم سليم هلمي كان هلما لغة الحجازيين لما أنا جمعي لما أنا تثنية علامة التأنيث لما قال قرآن كنوا وكيمت هلما شهداءكم إيو ما يلبضن بيكوتي مادة قرآنك لكن لغة غير الحجازيين وضمائر تواضع الراعية والتأنيث باقلوا هلم والجماعة راعدوا هولا بدن بالقية واسم فعل القرنيسان هلمي أي كان وي ما عندك وحي أكتاضة وحي أكتاضة كان هلمي كان لك علي ما عندك وحد هي يا أم سليم فأتت بذلك الخبز كبستي أنا اسمرك رب اللودي أي قرشودي اسبدلي بي كانت فأمر به رسول الله رسولك لا يبقى أمرين لبربريو ولا يريريو ولا ترشرو ففت والا بربرشي والا شرشري كيبستي وعصرت عليه وحيكون مرديس ام سليم كسو مرديسي ام سليم عكة قنبئ فادمته مركاسي كوسرتو ايدانتي كيبستي محل لو عنادي انا ما جيران مرقنا لما يلبنا لما هي قنبه صبا كدماداي او غورغا يالاي بو نبيغو كينا أم سليم مركز دنبيدها إدامة يسهبين سوى مر دنبي النبي محمد بن قنبها لك يا النبي قال سوى مرديي وحير أم فريسة كبضني باقم به سلكي سلقها له الدفنة بسم الله يقول إله بركي صبا قباب بطيبة عن شيرد بن نبي فرطة صاري كبستي إله بركي يقول أنا زوحول ويبا برطيبة أنا أركاية ويكلا في الضي حيرد ويبو حسي حيرد ويبو حسي صبا قنواب بطيب صبغي النبي حسكر رفاقي كيبستي طبعا طبعا باللوغ اللي دونا وحيراي اللو قرن هي شابك انس لقوه قصدها سوي قصدها وعصرت عليه ام سليم مركا وحلوليا هاي قوري قديم هاوش وقطع عيسى قنبها يضع اسكالا وهوش لكن هوشه وحا قبطي ابو طلحيه النبي محمد بي هاي روايه كلا حديث كعدي وحيكون مرديسي عليه على الخبز وحيكون مرديسي ام سليم عكة قنبه صمت تقانا قنبه ولا يقانا وإذن حولها هرب وضع لك السماء اللؤلؤة خاصة هي وحي لم يجيلا أيا لك السماء وصبغ أنت بدل لو شبتا هي حولها دتك قاركون مالا بيبقوا شبتان بركا وحون سلكي سلقا واي ماي وحون روح قصب كذا سلكي سلقا ما واي فآدمته مركاسي كو إيدانتي ويوغا دقتي صبغ هي وحي سلكي سلقا هلاقي النبي كو دعي بيوغا دقتي ثم قال فيه رسول الله رسولك لا يحكي له كأخري ما شاء الله أن يقول وحو إلهي دون إنه يلاهدو يكد عيوه النبي كد عيوه صبقي أنت دفنك هيد كبستي والنبي إلهي أبريي رواية حديثك ولا بعد أحمد ثم مسح رسول الله به سبابته ثم مسح القرص فانتفخ وقال بسم الله فلم يزل يصنع ذلك والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص في الجفنة يتسع لفظي أنس نبي الدعاء كأخري أبو يعلب وريي يا أحمد بسم الله اللهم أعظم البركة فيه ساسجدي صبغ فرتك وصار اللهم أعظم بسم الله اللهم أعظم البركة فيه إله خير كي سبدي كبستي بفرت صاري أنت سجدي أرقصوا أفوف مي وحي ويناد الى حيره دنيد بو بوخشي مركا جملته ثم قال فيه رسول الله ما شاء الله ان يقول وحوي بسم الله اللهم اعدم البركه فيه انت النبي الهي وغبر يكدعي الهينا واكا اقبلي ثم قال نبي وحي يدي اذن لعشره طبعاً إيسو داية رواية حديثك وحماك يقولك يمادين أيو النبي يقول هل كنا تشوغ البابك إيتاقنا هذا أبو طلحية نبي محمد يقولك قدها أصوى قلي يقولك ير طبعاً نبو يا الله كو قادا إذن النبي يقول طبعاً هل إيسو داية وإذا دمرك متأخرون وحقوق فعلين المسألة ده يوحيدها هذين سي معجزة ده يبراكة الله وضع أركه والصحابة وضعوا أركان هل مر بسديتهم كان يسوق قلان أي أهيد وقولوا سديتهم كفريستان كدي من طبعاً نبي درك أوجو سيدايو ورشوا ربا بكاء الله يسن قولوا سديتهم رقا قاضي حقيت شوكا المدينة كويا سديتهم رقا يرير كده كان يعرضتي زي guriga qad horta xagee ku yaala mid labaad nabigu sidoo yeelay baa ka wanaagsanoo xeerada waxa ku jira ninka waxa laga yaabaa in xogo aastaado ama ka dhamaato ugu filan weyda inay majhuul ahaato oo sideetan waxa gudaha ka socday ogaan waaya oo nool muku dharga alxamdulillah banaanka u baxay barakadu fiicanta wal barakatu fil majhuul in la isla arkamo wanaagsanaba siyaasadda nabiga ka saxan مدة كلام معجزات كنت أنهم يجا قرصومية رياض المصلين باتشوجا وطلحة تشوجا أصحاب العنطر دم باتشوجا أيجا وأركان إيش هو أركان إذا لعشرة طبعا إيسو داب وصوبون صلى الله عليه وسلم فأذن لهم طبعا بوسو داب وطلحة فأكلوا واعن حتى شبعوا إلى درجين ثم خرجوا وابحين ثم قالوا صبحوا إذا لعشرة طبعا كلا إيسو دائب إذا إني صوجا فأذن لهم وأؤد ما أبو طلحة إني صوجا فأكلوا واعن حتى شبعوا إلى درجين ثم خرجوا أي بحين ثم قالوا صبنح المركة إذن لعشرة طبروا إذن فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم إلى ضمان تود أي درجين وعلفين وراشينتين وقوتين وشبعوا أي درجين والقوم رقوا مركة أيضا النبي مالن كاسي ولماذا أسميينا 70 رجلا وتضباط رقى أو 80 مواسدية وشك الراوي رواية عند البخاري لكن رواية عند مسلم وفي وعند البخاري أيضا مجزومان أو يتمن حتى أكل منه 80 رجلا 80 رجلا إلى أي وحكا عنين سديتني يضو رقعة وحكا عنين سديتني أفر سديتني شنبي هايم با رواية كل شيء ماشان وضعوا إحالي البخاري وإحالي حديث كوالات كمحققة وميل ضنبي أو حديثك وصوكو شرحين بس حافظك وكو حالين دونه كتاب علامات النبوة حديثك صدح يكون شنبقول تضباطا يسدية تلقى كأخرية شرح يسير فانت رواية كسنيك وبعضها صدح يكون شنبقول تضباطا يسدية وحكى لو قصو بالله حديثك قصو الشيخ حافظك بخاري قصو صار مرك أول ريسيبة أوائل ككتاب الصلاة وكان أفر بقول لباطا يلبو والله غفير كراه ما له أول ريو شرح حافظك أنت بدنا نكون شرحها meeshaan dambe waa baab kaloon shuqul ba kulahayn calaamatu an-nubuwwa maadaama mucjiza min mucjizati rasuul xambaarsan yahay meesha ugu manaasibsayd buu xaafid ku sharxay halka laga eego muttafaqun alayhi wa la suwa fi hadithkan asaga wa fi riwayatin riwayah diku lay waxa ku yimid fama zala musa bayna nabigu yadkhulu 10 fama zala afwan arku musa kazulin yadkhulu 10 tamani soo galaya wa yakhruju 10 tamana baxaya حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل حتى لم يبق منهم إلا أوسا كهر منهم من الجماعة من القوم أحد آدم إلا دخل وسوق لقلوا قلي فأكل وحنا حتى شبع له درقي ثم هيأها نبي قال اسكو أريي عن شيردي يريد كبستاهي يصبغ اسكو هاجي ثم هيأها نبي قال اسكو أرشي اسكو دوي فإذا هي مثلها سيدي أي مركي لقلها هي لبلاب يا هيد بيبا طيبة حين أكلوا منها مركب وحكا عناي حيرادي وحال مدولي بإنهم فطورها الله صارين أن آدم وصحابة عبدك قال ولي واب بوحداه صبق واسيديسي حيرنا واب بوحداه ثم هيأها وأوري نبق واسكو دوي فإذا هي مثلها وابا أيدي أوكلها سيدي مركب واب بوحداه حين وقت أكلوا منها أي بدأوا الأكل منها أي بلابين إنه وحكا عناي وفي رواية لو حاكيمت فأكلوا 10 طن بيعنا حتى فعل ذلك إلى أسد النبي كسمي 80 رجلا سدية رقعة ثم أكل النبي قوتين مركي كل قد بحين بعد ذلك أنت كذب وأهل البيت يا أنس يا أبو طلحي يا أم سلمة عرورتي هذه وتركوا أي كتاجين هذا سورا هم بيبا كتاجين غيركي بكل قضية نبي محمد با مركه وحكا عمر مركه صحابه اي فلين آل بيتك ودن وتركوا سورا حدا يا همبا وناكسنا ويكتغي وفي روايه الويكل وحكيم ثم افضل وحي صور بين صحابه يا مسلمين تو اي كتغين ما بلغوا جيرانهم وحي غارسيين درسكودي بلغوا بان اي دغان ثوابه وان من التبليغ لا من البلاغ ثم افضل وحي صور بين ما بلغوا وحي غارسيين او غدبيين جيرانهم درسكودي رواية حديث ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا عليه فعاد كما كان ما شاهوري فإذا هي مثلها حين أكلوا منها معناها لو حافظ الرواية كالافرستي ثم أخذ ما بقي وحي صوها ريب النبي ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها بأيدين لقنهضة رواية كالعد ثم أخذ ما بقي ثم دعا عليه بالبركة عفوا ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا عليه بالبركة فعاد كما كان وحكول الله أبطي سيدي مركو ربوها درس كي واحد لقاسي رياء أبو طلحة ويكبضاتي صحابة ويكبضاتي درس كي بالوقيبي إذن الله ورسوله أعلم أم سليم أيها صوب بحضي يا بركاتك يا علامات النبوة قيبة كمدة وفي رواية عن أنس رواية حدك أولي أنس لقور شخصنا وحكيم قال وحجلي أنس جئت رسول الله يوما ما لم حكم النبي قلت فوجدته وحانه صبناه للجالسة سقف فردية مع أصحابه أصحاب سلف فردية وقرآن براه يبا وقد عصب أصقوا الضوبي أوحري بطنه بيركيسي بعصابة كريم بقطب مره صاغ وقبطي علوش مركي بعده كبدته حيدمه مردان علوش مرته واسكو دحوده وانه كسو شيكيني مركي إلا عداديو لا ريحو وانتي دغخ لا ساره مر لوو دوبو لوو خيرو waxaa isqabanaya ganki iyo boggi iyo xidmihi calooshii baa isqaban way ciidiyamaayaan marka ciidinka uu yimaado xoo awood baa ku soo gali gaajo badan dareemaysid haddii kale meeshii hawaan dabayl baa kugu dhici xoo dhan baa maranaya marka caburinta la caburiyo waxaa ku jira xoo nacfi baa ku jira haddana nacfigan kale waa maxay uga toor baa ku soo galaysa دبكي بناي كو هيستي تبردرد بناي بدكا كيرنسن مويين ادنين علوشي دغخ كو خري باهي درتي دبكا هيستو دريمي كرتا فقلت لبعض اصحابه حرت اللي جوجتي قيبه كميده وحان كو يري لما عصب رسول الله بطنه رسول كلي بيركيس مخو دوبا دغخ اوغو خري اذا حنون با دحي كرن يهي نبر نبي كي غاري وهو سنيا انس من عقلي بدن با فقالوا على من الجوع ما كوكو داعي باهي با كنتي ونبي بيركيسا وكحول مرض وضوبه فذهبت الى ابي طلحه اتقي ابي طلحه اتقي وهو زوج ام سليم وانا ام سليم ننكيدي بنت ملحان اهيد فقلت وحنكو الى ابو طلع يا ابتاه ابو وادب يحوياني انشي وجدا ابيش دلي ما واديركي ويدي قبي لكن وحويه روحها كاوين هادو دون حتى واحد كان حيوسن تشريني ابو والس كورن كرا سويل كير كادر وتشرادو مركا وتأدب قد رايت رسول الله رسولك الله بنركي عصب اسوغو دوبي وخري بطنه بيركيسي بركيسنا بعصابه كرين يا مركو دوبي دغخ فسالت بعض اصحابي حرتي بركيت بان ويديه فقالوا واحد من الجوع باهدرت بنبي وسدا او يلي فدخل ابو طلحه على امي أبو طلحة وحوقله واتقي هويدي أم سليم فقال وحولي هل من شيء وحون ما هيسا نبي ما أنت باهي لك قال ابن عم هابيتري عندي كسر من خبز وتمرات ابتدى وحيل تشب كبسين وحيرو عن بطنين عندي كسر جمع كسرة وتشب حتى كبسين لما يستر الماء حبيت كل قنو وين حتى ما هي وهاف صهر هاري وتشبي وي وهذه لسكو قبطان لسكو جبيو قوزار لو هيلو وحو نوقن كرا ومن خبز كبيزه اي وتمرات دور حبوت تمره فان جاءنا رسول الله بيتد رسولك انه يماد وحده وكلي اشبعناه وندرجنينا تمرتاس يو ججب كاسان اسكو هابينينا وان جاء اخر مع الروح لبلد صور راعنا قل عنهم وكيرهم مديقهاي وحو ترمهاي وحسا يرى وحان سيديتن دور رغا اي كنولاديد غيركي اسكالا هاي مرتي صور كفحيين اي كدر جين درس كين اللوقي بي ومد اللوقي بشي وانتاس وشي لليه هاي نبي كلي هدو يماد وكفلان هاي هدي روح صورة عنها ومد يقي وذكر وحوشك انس تمام الحديث حديث هذا اللي راي المريسين قصدي سيبو كشكي حديثك وحا كجر فوائد ادي اد وبضنبا كجرت وحا كمده جواز العمل بالقرائن جواز العمل بالقرينه قرينه شيء ان مخراتيك دميسترن اهين وحنا كدريسين كرا ايا قرينه لا يرادا نبي محمد عليه الصلاه والسلام عدكيسي دوقيسي يا تبردردي كم وقتي عدك النبي يسدو ضعيف وياي يا اصحابه وحو كفهمي انه النبي باهن ياي نبي قال موسى ويدينن اصنعوا ما شيغين لكن عدك النبي محمد تبردرديسي الضعفيه كم مقدر وحو كاغاداي نبي انه باهن ياي قرينada ayada abuna go'an ku qaatay in nabiga ay u caawiyo garab istaag maalinka ayada qisadan qisal lamid ah ayaa Abu Talha nabiga ka soo martay maalin maalmaha kamid ah xilliga Khandaq oo socotay intan Khandaq in afan ka hor bay ahayd ayuu nabiga arkay asoo aad iyo aad u baahan beer bugii beerka ku xidhay dhagaxyaan iskaga xiray guriga Musayn buu yimid xul wax ma haysan ma ay wax ma yaal waxaan inama jiro guud tagay ني يهودي او بير ورابسان هيا ايو كله شيء انو بيرت او ورابيو او سي سوس شعيره سوس شعيره واجب بريلا قبل كدع هيبه هوشاس بي شبهي او عيلكي بيرت ورابني قلبك بسوس كسو قادي سوسكي بو كاني ام سليم شيد بو يري سداس النبي مالنكا باهيدا كغا تري أبو طلحة الوقتين إنه مع القبان أها حوليه سبادة قضوب بحي ويحكى المسلمين تكون بحين سيدنا ويه يا أبو طلحة يا أم سليم نبي قاعد يقور قبتين لكن صوبنا عليه الصلاة والسلام أن يبكيس الشيغان إنه قرصني ما شيقته وقرصده إذا مسألة وهي كجرته وحكى له كجرته ومسألة مهمة إلهي سبحانه وتعالى الرسول شيسية أنبياء وحد أركيسا مرة بدنا أسوى امتحانية باهي لوغو امتحاني عبسي با لوغو امتحاني دي بدن با قبسانيا ربنا وحو دونيا اجر كوديا ثواب كوديا خير كودو انو بديو باهيدا انت لعق يا دبك انت لعق اي كو صبريان با الهي اجر وين يا فضل وين اوغيبا كسينيا وحنا ربيان اوغيهاي ان مالينكا ايدا درغان او الدنيا هلان اسغا اغتيسا وخا اوغا خير بدن انبياء الرسوشا اني مالينكا باهدا ادونكن وحا وناغسن إلهي سدو كم عملوا وقرتوا إنه كقن عو إيمان سدو الله قرنا يا مصلحة هذا والله يعلم المفسد من المصلح إلهي بان مصلحة هذا أضون كي يقان مركب باهذا بدن يا صبر كبدن وحيكوه لكهليان مناقب يا فضائل أيضا كوهليان أنبياءه هدي درجانه مالك أيضا عرب كلا بحر فضل جالس كجرا معها بهدل إيوه ميل كغا دعم بي لغا دعايا يا لو كرامينيا اشد الناس ابتلاء او بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل اذن باهداني يا رفات كاني وفضيله يا نحريس ربي مركا لو فيريو اجرك يا خيرك يا فضل الانبياء كهلايا مسألة مهم جدا وحاكلوا كجد مسألة خطرسن او صحابه السعودي او دن نبي محمد أحد لباهي أمانك مجري بوكيسي بيركيسي أيو كحر دغح حرق مرو كدوبي عشر بو بحنيا قرآن بو قصحيا سورة النساء بو بريا مركي الله يرى وحي عرب دق الدنيا اللي هلينا إلى أي كل قوتين أو درجين أو فلين نبي وقفك مصاري من داوودي كرتان وريني قوة تعطي ونوشيني بل أنا قلت بختي قابا إيه بناني إيه كادي ومضيه لي مركن حقوق أنا نفترته سكن كان أو حكى لقايب سني حديث أبو هريرة قرن إنسان في صحيح مسلم وفي السنن ساقي القوم آخرهم شربا بالنبي قد طبقها هي النبي عليه الصلاة والسلام هدوب باهي هي هدوب بكو هدوب برسمات شوقو حكم إلهي يا أمر ربي بكسعلا وحمد بدلي باهي سبحان بدلي سو برواقي سبحان بدلي ميس الطريق إلهي أتشي حي بكسعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. إذن وضد صلى الربائنات تشحذو هداد باهنتهاي هداد بوكتو هداد ركسنتهاي هداد برسمات جوكتو وإن قبل نمد هذا دلقات كذا أهل نمد كذا دنت هذا يدقسن وحوس اسكبدلين بالدونية اسعلسوه طبعي واسبدل يا مركز قاشسنتهاي دلقاتها قوي يران فرفر باكاك عضو نف بهذا القرآن باكل بهاي لكن وعينات حقوق اسكر هذه يا لدونها يا هذا وحبك بدنا يطاقن كذا صادرت العلماء حديثك شرحيا ساقي القوم اخرهم شربا وشرحيا وحيد اهله وحا حديثك تلماميا احد والبؤ مسلمين تم مسؤوليه وهيا اما الدنيا هالنقطه اما الدين هالنقطه وان ايغا دنتودا او كهر مريا تيسا حديثك تلماميا ساقي القوم اخرهم شربا يا نبي محمد ودقانا كوكو تصي أصغر أباه بدنا مسلمين في السعودية والدنب وحور مريي تودي يدن تودي وحور دنبيزي تيسي. لماذا؟ مسؤولية دينية بوهايا وإمام كودي وشيخ كودي وآبهود والنبي كودي والرسول كودي ديفتاني أيوه كهر مرينيا وإن أيوه ارتفلان أو قوتان أو باهي ترتان أو مفوشنها مدركتنها بل وحي صهر عن فيري هو يوكالي ابو كالسود عروتي سوحي دافع وهر مريو وان يمكن مسؤوليه الدين ومضى وهي اما الدنيا وهي تيس ودبدغو وهر مريو تبلشدا اديق بلشدا وهر مريو انا وحي عن ميل ديكتا كدب انا سو ايماننا وحداد مقشو واني ما خلكس اهين هوش ايضا سياسيين تا وتالا وحي وتالا علومدا وحدين علماء أيضا بل جنعسته أطالع، نية جنعسته وحاله جربه بديعته كيني، أو سوى ريدي، أو مدو كيني إنه يتاي بديعة كفى إذا ضنا وجد مسلمين ضنا وترد. شيء بشيء وكتة يفي عينه هاي كقيمة بدين وإنه كينه، إنه أصو قدنا يستمع بلشة وإنه بلشة قدنا أيه. أصونا شيلين كيس حلاشة كرات صدق أيوة ومدنا أيه. بهالفيقة وحبا كتشرين ومركزها لوقا بكردقاقها أو دلاعها أو قصل كتشبعة هذا أمد أنكجد ضوقرس وما معي تايد وبخيانية غشوي كبيرة من الكبائر اسكبوا جوج من دايلا وحالقها حتى شيء يبناني حلاشها إن خيانة كتشرين وحال الدنيا إن أمد أدنى سؤدا كدنا يسنين ساق القوم آخرهم شربا إيه النبي أسوء حالة الضر كتشره قبنينو استعمالي بالدون يا إناد استعماش مر والبا للربيين بوحود يلهضاد اللي آخر الرميسين رجال أتكليدهين نبي محمد يا الرسول كي إبراهيم وحايد قصوا هي ضياشو في المنشط والمكره في الشدة والرخاء في حالة الضيق واليسر أبدا ساسا كان عصا لا قربا قليها حرف كي كشقي مرغمال كي حوق ودم عليه براها طماما فريامده قنعسيغا فرا قعنته waxa ka sameeyay saaniciinta sidoo ku xal radoonaya inay ummadda u daneeyaan aalad wanaagsan maado wanaagsan tayo leh ummadda loo sameeyo ana walakin waxayna waa ka dhufso ka dhaqaaq waxa ka galay magacaan jirin baa lagu soo qori China wax laga soo waaridi indhaha lagu qaban laba maalmood kadib kabihii oo kala socdo ma arki saacadii laga sii lagu waa original halkii fadhiidaba war maxaa ku dhacay weysadii bay eeday lagu leeyahay maxay dabaash weysadii eedays telefoonka wuxuu dhan baa inaha la is qabanaya ninka mamud buu u danay misasaga danaysta waxay dhadeen culumadu iska daa wax kaad noo qabanaynin naftaada waxaad la jeceshay nala jecel oo kaliya markaad ganacsato tahay oo tahay matalan nin guriya dhisa nin badica kala ka shaqeeya nin farsamo noo hay ay mas'uuliyad diineed ama adduunyo muslimiinta ninku ay waxa waajib ku ah inuu ayaga u daneeyo dantooda hormariyo tiisana dambaysiya laga rabaa hadduu san yeelin waa khaa'in adiga markaad waxaan taayeen umada ka gadayso ma ogasho in adiga laga gado asagu wuxuu ka soo adeegaya kambaniyal fiican annaga wuxuu u xaabiyay wax feega waxba ka jirin oo balaayo ah oo intii kambaniyal la soo hadlay taayada ka dil oo nuxurka ka qaad oo waxa doonto sameey هذا هو حوالسك يبينا يا داوين دعي راشين فوندا سوماليا لغا سو وارديا خيانه يا دغرت كبا تغا waxa laga hadlaaya iyadoo hawshu saxan tahay weena noo danayso la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi badaa'un laga gadan ma ogolid guri ciidii inaad degto ma ogolid guri aan tayo lahayn oo si fiican loo dhisan oo materialkiisa iyo birihiisa iyo shubkiisa aan la control ma ogol war naftaada waxa la rabtay la jecesho umada oo la tag waxa jeceshay lagu la qaabil umada la qaabil waxa naftaada u qoodho oo wanaaga umada u qood dhagartan iyo khiyaanadan iyo balaayadan iyo baqtiga iska daay ma aan faayso diinta nabi sida ma ogolo wada ragtaan xaaladda ruux ugu baahay badan waa maxay nimba laga sheegay إبلا وحاله إن الرجل قرمه وقرها تحويه هاي بركو حنيس لو كعشان وياه بقول أولي هوري سوماليات بني آدم هذا قرمه وقتها قدرية هاي ده هو مركز استاجل هذا هاي بقي بيركو كوارد هاي بخت وكوب بناية هاي حلو نبي بخت وكوب بناية هاي صلى الله عليه وسلم وحصمين هي أيها قدمته والله أيها هرمري وأطبهان تاي بختي الله معونه هذا دم محلي تركه والاسك الدواه دقنك هلا الاليو غوبنيمدا هلا الاليو ددنيمدا هلا امدا داعدها لو نوقدو دغرتها لغا داي خيانتها لغا داي هدا غورو ديسيسان يا هدا دكان جوجتان يا هدا دقاتيرتين يا هدا غنعساتتين بامدان ها لغا خيشودو الهي لغا عبسدو حقيده هلا اسك الاليو وها ايدين هبا حق الناس ننعن كفائد ماي حق الناس ننعن كما فائديو دقن حنبي هذا بالله بنقوليها قوليها ديسا سيد الله يشهد إن أمر برجيوان ربي قريا مسلمين لود سهيا العقد بفلادي ذات كلاجا قاضي ولاجا إبسن كدمنا حفيز بالله سمين معمول على دي كدم حلقة ورورين وحلقوا شيء جاي خدمات كي جي أديك جود قريا كان شان كنت طبقون نبالو الله قارو العقد بدن كسر دعيس قريا لحي طبعا كطبقة أمر أفري طبعا كطبقة فلادو بالعقد طبعا كنا شيء طبعا قليا بالله شيء طبعا بالله شيء تطبع الله شيء إذن العقد نبى أورورنا شقالة يرون معنا هاي جوار تجرده وحيسة مد ورديو ماشى كو قيلوا شيطانا يا حلقو ترتوري أي مد جرمان حلقو شيء معمولوا أفرتنا ما كنتم كنا لسيو شام بقولكم صدح بقولكم لباب بقولكم بأكون أقول عينك جوري أدسي لح جوري توبن جوري إنك أدسي سيدا سماه بيش محيلا يا ها لا مليون لعجة يا أسكالها أنت ذا يا إنك سيدا سماه يا إنه سنكفى إذن بايدين بالنقاضة يا أقاد إذنكم لا نحن بقدم بيني وخيانة وغشي يا خيانة يردقر اسليبي كتاغنتاي ما سوتي هلي جاميو لاف ستور ما اسليبي كتاغنتاي هاوشان المسلمين كتري مساكين تنبيل كلب حي الرفاطان يدلي دبكي يميدي هلكن وحسوم مودي وحيرات كقاديسو وحا u sheegto wanaad ku bixiso wixii ka batana weerar ay ku soo celiso xaq oo malihid haram way موريانكا بنانكا تاغاني قريقا هايستي دكا دعايا كوداما لو يسوى عدايستي ادوغو مع نوزريسا اذا كان اذا اديك هيا فايشن وادوغيسي هاوشا اسكا الاليا سحن لوما البحو حق الناس لوما البحو حق وحلالا الهي دنسيي وحنا كاشاقيش امدا يلا دكري وهاكلو كجرا مساله مهمه جدا هدين ورالك أما صاحبك مرتقاضو أما قد كويرو أما كورا ملبنا فدايم أو قديني نمان دورا أما هل يلبو وتشعلي هاي أما هدو وسنك حراقين وضوك حين كرتا هذا لكم مرتقاضي وإذا دكا لكوي صاحبه وإنك أنا هبل بينو ييرها هذا دوك يير ورنا كيدن كو ودن جيل وخبا اركي ماهي ود راعيسان هذا هو كلسون تهي عيد اد ودته كلو سوتو انو سن ديب و اركين واد غيسن كرتا هوشه يا سمي سو بنها اسغا لو ييري يوسوك حيسو بنو سيديتن ابو طلحه ام سليم هوشه اني سن ديب و اركين بي و اركا ينبغ و اركاي مره بدن و سمي maruu nabigu dareemayay ninka dacwada iskale iyo waliimada iskale inuu dhibsanay dadka qaar koodna wuxuu ku dhigi jiray anigu uma yeerin ninkan way soo raacay oo firsadaad waa laba kala macna kulba kalsoonida aad ku qabto saaxiibka mid waxa jira raba inuu kaliya ku sheekeeyo wax ku sheegto ruux kale oo markuu ruux kale soo xanaaq isbada indhaha cadaynaya midka asaga ha u kaxayn ruux kale لكن ninka ku kalsoonta hilibkiisa iyo waraagiisa xirta kalena ku farxaya 15 usii kaxee waad faanteen baylata macna mas'ala muhiim jiddan away qoliyaha mas'ala waxaan u baraarujin wahabiyada waxay dhaqan ka dhigteen inay dhahaan in hada qad tabi'ana wa in hada qad tabi'ana wa qadiyo gooni ah in hada qad tabi'ana adadu ida daraw soo galada wa xaalad gooni ah ahadiista qayb laga bas laga gabadhago markaad kalsooni ku qabto ninka ku marti sooray inta doontaad u kacin kartaa ee leedahay marka ayada maanta raajinku waa deeqaya isleeda waan isfaanay la tahay marabadan buu nabigu sameeyay saxaabada sameeyay jiray shaafiicina waxay dhaheen waa meeshay ka qaateen walaw akhdhu ma ya'lamu ridah Soomaaliya way yaqaanan isku halayn bay dameer hooyad maxaa leeyahay dabada uga noqtaa haddaad isku halaynaysa wadaadka idin yeeray 5 iyo 4 adoon baasha ka badbadanaynin kolba xaaladda iyo tabarta iyo qadada iyo meesha la joogo qiimeynaya waad u kaxin kartaa mas'ala muhiim jiddan waxa kale oo ku jira mas'ala muhiim oo dhibkaada iyo baahida waa la qarsadaa baahi badan iyo bugta badan ba waa la isku nacaabaa lagi waxa soo dhib nabigu maraya waliga aad uma sheegan waa qarsanaya waliba inuu soo baahiyaynin buu nabigu iska dhigahaya wa ka cashirka akhrinaya ee suuratun nisaa القرآن كسورة هو أذاك بره يا صحابة مساعد كانوا أفرديها إلهي فدق إنسان إسكسوها هي وحاكلوا كجرا عقلك إيه فقك إيه علمك أم سليم وأنها كانت أفقه من زوجها وذات تيدي أبو طلحة أيضا كفقي بالنيل أيضا كفهن رونا المسألة ما كلام سجودنا دين تبغى يقول رسالة إسلام كسوكر سوى قرن إسلام أم سليم هواني دوشي أهيد أو دقالانتا إنتا سوق الدولان بالنبي الرعلي صلى الله عليه وسلم ومركا دقالك حنين بقبتشوك أهيد فتح مكي تاقنيت هولا بضان بيوسو شوكتي مركا وحي داوعي قادي جرين بيهي سود الدلي جرين كبوكي مرلين جرين هولا بضان هدي الله بها دقالك قيب قادن جرين مركا يوشو كلات إذن أم سليم فقه قد يفهم كذا بكجرة هون إذا وناكسنا إن يكون كبايس كبطئ وخير كوتر تمويل وحد يكون جيسا ما أوجره وعقله كجرة دريال كي يدنين تي صحابة النبي مع صحابة النبي جاي كور قبيل هو حول بيوقبان كان أمتاري كران ويترى لكن باهدا يدب كجرة كبرنا نبي قلنا هوشي زي يدب كسوا قرسانة يي أنت أصلا مركب أنك قبعنا عشرك والله سبحانه وتعالى أعلم